السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة دروس مايكروسوفت اكسس. قبل ما نبداو الدروس ديالنا خصنا نعرفوا انه بوغ ميتريزي لو مايكروسوفت اكسس خصنا نكونوا على اطلاع بمجموعة ديال الدروس السابقة اللي عندها علاقة ب لا موديليزاسيون دي دوني اي لي نوسيون دي باز دو دوني. دونك مجموعة ديال الدروس عندهم علاقة بهاد جوج ديال لي بارتي راه عندي فلاشين، من الأحسن تعاودوا تراجعوهم قبل ما تبداو الدروس ديال مايكروسوفت اكسس. ان السلسله ديال مايكروسوفت اكسس غادي نركز فيها على سو كي كونسيرن لا باز دو دوني مايكروسوفت اكسس، وبالضبط لي طابلو، لي فورميلير، لي روكيت، لي ماكرو اي لي زيتا. دونك ملي كنفتحوا لاكسس اول حاجه كنديروا هي لا كرياسيون دون باز دو دوني. دونك باز دو دوني فيد كنعطيوها واحد السميه، مثلا غنخليو هاد لونو داتاباز 4، ولا اللي بغى يبدل هاد السميه يبدلها. دونك ابري كليكي سور كريي. دونك كوم سا اون كري ان باز دو دوني. بور كريي ان طابلو كنمشي كريي طابل، كنسجل لا طابل، كليك دروا اونغوجيستري، كنعطيو واحد السميه ديما لي طابلو كنسبق لي نون ديالهم بالتي. دونك مثلا بار اكزومبل جو في كريي ان طابلو سو لو نون اليف تا اليف. اوكي ابري لا كرياسيون او بيان لونغوجيسترومون ديال لا طابل تجي المرحله ديال لا كرياسيون ديال لي شون. لي شون بور كريي لي شون ديال لا طابل كنمشي كليك دروا مود كرياسيون. ديما ملي كنبغي نتحكم في لا ستركتور ديال لا طابل كنشيل مود كرياسيون. دونك هنا كنكري لي شون، مثلا هاد لا طابل اليف نقدروا نزيدو فيه نو اي برينو، ادريس، نيميرو دو تيليفون، دات دو نيسونس، لا فيل بار اكزومبل اكسيتا. بار اكزومبل لو نو اي برينو غادي نكتبو فيه الاسماء، دونك غادي يكون اما تكس كور ولا تكس لونغ. لادريس نفس الشيء، تكس كور ولا لونغ. نيميرو دو تيليفون الا كنا كنكتبو غير لي نيميرو خصنا نخليوه نيميريك، الا كنا كنكتبو لي نيميرو دي كاركتير من الاحسن نختارو تكس دونك نيميريك. لا دات دو نيسونس هذا سان تي بروبر دو تيب دات اور. لا فيل ممكن نخليوها تكس يعني حنا نسيزيوها بيدينا، واما مادام لي فيل معروفين نقدر نرد هاد لو شون اسيستون ليست دو شوا. اسيستون ليست دو شوا هنا كيعطيني هاد لا فونيتر تيقول لي لاكسيس واش لي فيل عندك في انوتر طابلو ولا غوكيت ولا بغيتي انت تكتبهم. غادي نختار لوبسيون نيميرو 2 جو تابغي لي فالور سويتي سويفون. دونك نقول انا اللي بغيت نكتب لي فيل بار اكزومبل غابا كازا اونجي الى اخره. دونك ابري نكليكي لا سويفون تيرميني. دونك هنا كنكون حيت جوج ديال العناصر الاساسيه، وحددت لي شون ديال لا طابل، وحددت لو تيب ديال شاك شون ديال لا طابل. دونك اي ابري ان كليكي ولا كليك دروا اونغوجيستري. دونك دابا خصني نرجع للدوزيام مود. قلنا كاينين جوج ديال لي مود، مود كرياسيون هو اللي انا فيه دابا، ومود في دو دوني هو لو مود اللي كنسيزي به لي دوني في لا طابل. دونك مود في دو دوني اللي هو هذا. دونك هذه طريقه. كاينه طريقه اخرى ابارتيغ دو كري كرياسيون دو لا طابل. الفرق ما بين هذه الطريقه والطريقه الاولى هو ان كرياسيون دو لا طابل كتعطيني ديريكتومون لو مود كرياسيون، وكنسيزي لي شون عاد ابري لي تيب دو دوني اي ابري نسجل لا طابل. هذا هو الفرق بيناتهم. اما الطريقه الاولى هي ان تعطيني لا طابل او مود في دو دوني، وكوم سا كنكون كرييت لو بروميي طابلو في مايكروسوفت اكسس.